هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد. طبعا بنات، هنا قاعدين من الصبح كليتنا. طبعا تعرفون خواتي مدرسة واختي الثانية بالجامعة وبابا دوام والكل بدل وطلع، فبقينا اني واختي الكبيرة. فشنو قلت لها؟ اني مشتهية باقي اللي بدهن، صار لك كمية وكلش مشتهيتها. ولقيت فتحت الثلاجة، لقيت اصلا ماما عدها بالثلاجة باقية، يعني مسويتها وباقية. فشنو تشبعت على اختي، قلت لها ها اقوم اسوي تاكلين وياي. قالت لي يلا خلي نسوي. مثل ما تشوفون هنا نظفت لها شوية مي، قلت لها خلي نسوي نفس مال المطاعم وهاي، لان دائما من ابوع بالتليفون كلش اشتهيها. فشنو قلت خلي اسوي نفسهم. هنا نشوف بنات، نقحت الخبز، شي نقحت تنقع كل زينه. وهنا اكيد لازم نفرقع هذا الدهن، واهم شيء اهم شيء تكثرون بطنج. هيجي كلش هو يحط بطنج، لان يعني هو البطنج يعطيها طعم كلش طيب. يعني انا كذا اذا ما اترس البطنج هوايه ما احب اكل الباقي اللي. وهنا سوينا بعدين الماعون، حطيت بيه بصل وحطيت بيه طماطه. بس شنو كان ناقص خيار، ما ادري ليش انا ما سويت، يمكن نسيت ما سويت خيار، بس ياوي الخيار وياه كلش طيب. وهنا بعدين قعدنا اكلنا، كان ريوق كلش دسم وكلش طيب، ويعني اتريقوا بي بنات. هاي اني اول مره بحياتي اتريق هيجي، دائما هاي وجبتنا تكون بالغدا، يعني بعد اصلا ما ناكل وراها، لان هي يعني اكله شويه دسمه. بس هالمره لا اتريقت بيها. تعرفون ورا هذا الريوق صار عندي نشاط، البيت فارغ، قلت شنو لازم انظف هسه. فقلت خلي اصعد انظف الغرف، وبما انه قاعدين كلتنا نشيطين وماكو احد بالبيت بس يوسف يعني، واني وماما واختي. فهنا تعرفون طبيت على الغرفة، لقيت الكتب منتشرة، الاوراق، هاي الشغلة. طبعا اكو شغلات همنا ما صورت لكم ياها. هاي اختي الصغيرة شو تسوي بنات، تفتح لها شلون الصالون، عودية عندها صالون هيجي، وجايبة ملاعيب هالشسوار والكاوية، بس كلت الملاعيب يعني، وجايبة مكياج وتطلع الميز مالتها، وتخيلوا تسوي لكم صالون. وهاي الهوسة شو تسوي؟ تلعب وتعفن وتروح، لو وراها تقعد تسوي لنا كفرات وتطلع يعني تعرفون الالوان والرسم، وتقعد ترسم لنا وهسه كلش حلو بالرسم، فتقعد تسوي لنا كفرات، بس وراها المصيبة تعف الغراض كلها وتروح. لازم حين اجي وراها ننظف ونرتب. فاني هاي كلها ما صورت لكم اياها، الهوسة كلها شلتها وعزلتها ورتبتها. بعدين هنا انا اجيت قلت خلي ابدل الوجوه. هي ماما قالت لي الوجوه كلها نظيفة، بس انا قلت ما دام منظفة خلص يعني لازم الوجوه ابدلها. اني من احب انظف تنظيف مثل ما نقول عميق، لازم حتى الوجوه اشيلها، يعني مال المخاديد مال الدواشق لازم كلها تنظف. يعني تعتبر انه ده نظف تنظيف يعني كامل. هنا هم انا دا امسح الشرباية، تعرفون لقيت بيها تراب وهاي، قلت خلي امسحها. وطبعا صفطت الملابس وما خليت كل شي، يعني بالبداية تعرفون بياني احب ارتب واصفي وهاي، ومن بعدها بلشت امشمش وهاي. اخر شي يعني يلا اسوي الشرات، شوفوا هيجي. طبعا بناتي الغرفة بيها شربايتين مال اختي يعني خواتي، فما يحبون يحطون نفس الوجه، يعني كل وحدة تحب يعني وجهها بواحد، تعرفون شلون؟ يعني كل وحدة تحب انه الشي اللي تحبه هي تحطه، يعني ما نقدر ما تقدر تجبرهم انه لازم الاثنيناتهم بنفس لون الشرشف وهاي. انا عكس، وماني احب الغرفة تكون يعني الشربايتين نفس الفراش، شي شي يعجبني. بس ماما لا، يعني مخليتهم كل وحدة على ذوقها وعلى الشي اللي هي يعجبها. هنا اول شي رتبت هذا الوجه طبعا على ذوقي. رحت فتحت الكنتور ودورت وجه على ذوقي حطيته هو والشرجف. بس هناك الثاني صدق بنخشفكم، هذا طبعا هذا اختي. اختي هي كلش تحب هذا الكرتون، مش انه صغار، هي كلش تحبه. فتخيلوا جايبه كل غراضه، هو الملاعيبه كلها جايبتها تخيلوا، وهي هسه بالجامعه وتموت عليهن وحاطتهن على الشربايه مالتها. فهمنا انا هم شويه عجبني لعبت بيه.
بعدين جيت هنا على التربة، هذا كان وجه جديد حطيته. شوف بنات صدفة طلع نفس الدب يعني، وهنا أنا طلعت مسحت هاي. طبعا هاي بنات أحلى شي ماما سويته بحياتها، كلش حلوة بصراحة، كلش عجبتني، ويمكن راح أسوي نفسها. هي صايرة بنات أول ما صعدون يعني، هي هاي تنحط بالكليدور يعني بين الغرفتين، تعرفون شلون تصير مراية، بس بنفس الوقت هي بيها مجار وشكلها حلو ومرتب، يعني تفيدكم أول واحد يحطها أول ما يدخل الباب هيك يعني، باب الحوش، أو يقولون تحطوها سماما حاطتها بين الغرفتين يعني. المهم هي كلش عجبتني بصراحة، يمكن حساومي عندها. المهم هنا طبت على غرفة ماما، همين قلت أني لازم ننظف غرفة خواتي، لازم حتى غرفة ماما تتنظف. همين أول ما بلشت ملصت الوجه، هي ما غرفتها أصلا نظيفة كل شي ما بيها، مجرد بس طبيت على مود أريد أنظف يعني أمسح القاع أمشمش تكرمون نغسل الحمام هاي الأمور. فشنو هنا أنا طلعت هذا الوجه، طبعا أنا كل شي أحبه، هذا نسيت اسمه ما ادري شو يسموها، المهم هذا الحيوان تو كنت عرفت اسمه، انا كان على بالي بس طار اسمه من بالي. هذا شو اسمه همين حلو، الوجه هم جديد. طبعا بنات اني همين وصيت من عنده، احنا وصينا طلبيه كامله اني وماما واختي، الوجوه مالتهم تخبل بنات صدق يعني، وجوههم حلوة. أنا أحب الفراش اللي يجي الشرشف مالته يجي ثخين مو خفيف، لأن تعرفون الخفيف يعني أنا مجربة جايبه هواي خفيفات، تخيلوا بنات أغسلهم بالغسالة ثاني يوم ألقين مفتوقات لو مزروف، وأنا أصلا يعني ما مسويت لهم شي ولا هاي، مجرد بالغسالة. فمرات أكو خفيفات، هذا اللي عجبني بيه الخامة مالته كلش ثخينة، والوجه مال المخدة كبير مو مذنيجن قط ماي هالقدوسن بحيث المخدة قوة دحسوها، لا هذا شنو الحلو بي الوجه يجي كلش كبير. يعني دائما من تردون تشترون الفراش ركزوا على ذن الشغلات، انه ركزوا على نوعية الخامة، اهم شي اخذوا بيه لاستيك، لان اللاستيك كلش احلى ويجي يرتب الفراش. هنا أنا طبعا ورا ما كملت، شفتوا المنظر النهائي شلون صار، كلش حلو ومرتب. طبيت على مود اغسل الحمام، وبنفس الوقت همينة امسح الطابق كليته الفوق. هنا أنا خبطت تايت وقاصر وشوية معطر ومي، ما احكي لكم الريحة صارت تخبل، وش بعدين طشيتها بنص الحمام وجلف جلف جلف، صار الحمام صدق يلمع. لا تحطون التايت يعني الذبوب القاع وبعدين تجلفون، ما راح تصير رغوه. دائما حطوا التايت بلنجانه وترسوها مي وطشوها وراها جلفوا، راح تصير لكم رغوه كلش هوايه، عكس من تضيفون المي، تضيفون العفو اقصد التايت بالكاشي وتضيفون المي، ما راح تطلع لكم رغوه هيك قويه. بعدين هنا انا اجيت على مود امسح، طبعا بنات صار عندي نشاط وطاقة من بعد الريوق، نظفت البيت كلي تتخيلوا هيك، لان كان عندي هيك طاقة. هنا انا ظليت امسح، طبعا بنات مسحت مسحة من هاي الزينة يعني، هاني اصور لكم بس هيك يعني لقطات قليلة كلش، بس اني لا انظف هيك يعني من كل قلبي. بعدين هتعرفون الحركة السحرية مالتي، لازم اخلص تنظيف شنو اطفي الضوء، حتى هنا الضوء مال هذا ما اعرف شنو يسموه. وهسه بنات اليوم ماما شوفوا قدامكم حضرتنا السليق، وراح تسوي لنا دورما. هلا حبايب شلونكم شخباركم، ان شاء الله زينين. ما دام بناتي هنا يعني شنو عن الغداء دولمة، يعني دولمة يعني سمك يعني برياني على راحه، شكو شي يحبوه يشتهوا اسوي لهم اياه يعني. ان شاء الله بهذا الفيديو حننزل لكم تفاصيل الدولمة كليتها من بدايتها يعني، هواية طلبوها مني، احنا منزليها هواية بس هواية يريدون الطريقة يعني احنا شلون نسويها وتدللنا. احنا بالبداية السلك، انا اجيب باكتير السلق ونعوفه بنات، اخر شيء ما بنقع من البدايه ولا نغسله حتى ما يقبل، لما نخلص كل شيء
نجي نغسل السليق وبعدها النقعة بمي حار. النقعة هاي شي اسمه، يعني بالعكس هسه انا جايبته هذا من الظهر، وهسه تقريبا الساعة بالتسعة هيك بالليل، انا اسألفها بالليل ثاني يوم يلا نطبخها ويذبل، يعني خليه شي يذبل بحيث ندير عليه اسم المي حار. اجيب باكتين واليوم ارد اسويه، خلي وياها لهانة عجبتني من زمان مخالي لهانة. اكذفون لهانة، اكذفون ورق عنب، احنا ما نضيف ورق عنب وياها، احنا ورق عنب نسوي يعني واحدة. نسوي واحدة نحب نسوي واحدة، بس اكثر شي نحب نضيف اللهانة، نريد طعم الدومة الحقيقي، يعني ما نخلي وياه ورق عنب، يعني ورق عنب كل شي ذبحنا. طعم بنات مو بس هاي، اشوفكم الباقي الثانية. ايه احنا متكفينة ماضي بس خل اضيفه هو هسه، ها هي جيبيها هنا ماما، بس خلي شوفوها كلها قبل لا تقصي. شوفوا بنات كبراتها، هي جايبه ماما اثنين، سوت اول وحده وهاي الثانيه. ايه هاي الوحده، وهمين ما اخبطهم انقحهم كلهم، سوت كل وحده طازه اجيب لها. ايه حتى شنو ما تنمرد كليتها، من نريد نطلع وما نقح همين وحده وحده، حتى لا تنمرد السلك كله، لان ما يتحمل روحها كلش ناعمه عزيزه. اي والله هاي خطيه ابو تبارك السواق اللي من الصبح يقول لي قبل لا يطلع الدوام يقول لي شو تريدين؟ انا يعني صراحه ما اروح للسوق ابد، بس تدرون بي انتم مرات بناتي من يحتاجون شيء هاي، بس يعني الشغلات مال الملابس اي اطلع وياهم وقوه والله، بس ما اطلع بصراحه. طبعا بنات ماما كلش بيتوتيه، ما احب اطلع، لا تحب تطلع السوق، لا تحب تطلع لا شيء، مرات نريد نطلع نتوسل بيها تقول طلعوا وحدكم، لا تقولوا لي عندكم طلعه ومتفقين، لا تقولوا لي يعني ما، فهم خطيه ما يقبلون يطلعون الا اني وياهم، فانا اذا ما حيطلعون انقهر عليهم اقول من ورايا ما طلعوا. بنات يعني الصغار هم يضوجون، يعني هاي الا نجبرها، كلش نجبرها يلا تطلعوا يعني. اي والله بنات، بس شوفوا هاي بيش تذكركم دقيقه يوزر سيف. يوزر سيف لما يقعد ورا الكرسي ويهفون. لا والله عمي ما يقرا يوزر سيف، مو هو يعني اقصد المسلسل ذاك عمون مدري من هو. اي امن حوت. اي وين اكو من عنده وسالم. اليوم تغدينا باميه مكانكم خالي، وطبعا بنات هنا ورا ما ماما خلصت السليق قامت سوت لنا قهوة، قالت خلي اليوم أنا أسوي لكم القهوة. طبعا بنات القهوة من إيد ماما تطلع صدق طيبة، إحنا هم نسويها طيبة، بس ما أعرف هي من تسويها هيك تصير كلش بيها القشوة مالتها هيك ثخينة وطعمها طيب والحلاوة مالتها كلش هيك طيب يعني. وإنها من كان عندنا كيك وقعدنا أكلنا، طبعا هاي قبل الشغل لين قلت لكم ماما بس سوت السلك وحضرته هاي، ومن بعدها خلصنا وبلشنا نحضر تحضيرات الدولمة. مثل ما تشوفون بنات هنا انا شنو سويت، هاي المهم انا سويتها ثرمت الطماطه يعني شي محاضره الطعام، بعدين الجزر كليته قشرته وقطعته دوائر. هنا ماما كانت سالقت لنا ذره، وبعدين هنا ماما حفرت، واللب طبعا همينة شنو سويت اللب همينة ثرمته، وبعدين جيت هنا نسوي المعدنوز وحضرت طاسة مال الكباب عرق. تخيل بنات حتى الكباب عرق سويت كمية كبيرة وقسمت لنا بالحافظة، يعني ماما I love you سويت لنا كل وحدة حافظة، قالت على مود شنو تروحون لبيتكم كل وحدة عندها حافظة وما تتعب، وهاي دام تفكر بين خطايا هنا هم تشوفون اصلا كميات كلها كبيرة فهمت يعني. بعد شنو هنا نقعنا طبعا التمن وضفناه، ومن بعدها ضفنا اللحم. هن هذني الاساسيات مثل ما نقول بالبداية كل الاساسيات ذني، ذني لازم نضيفون كليتهن. هنا أنا بنات الطريقة مال ماما اللهانة شفتوا تحطها بتميتها بالمي الحار، وشوي شوية توخر ورقة ورقة راح تطلع ذايبة وتحطها على صفحة، من بعدها تقطعها وتلفها يعني. كمية هواية
تدرون بي يعني ما احب احلي بهارات هوايه خاصه الدولمه. هي اصلا طعمها بالخضروات هي خضروات. اي عافيه. خلي لما ندوزي عندي كميه هوايه وهم نبوك يجوز نرجع نخليها بعد بعد الشطه. هاي تعرفون بيها مال الاندومي كلش احبها لان دائما اجيب شطه من وزن تطلع مو حاره. لو تطلع ما طعمها ما لو طيب. تطلع كلش حاره يعني ما تنجرى. ايه. بس هاي مال الاندومي لا حاره بس طيبه. جديده وتازه اصلا. خلي خلي واحد من هاي بنات يا ريتو دائما تطلبون الطريقه فهي الطريقه بالتفصيل. ايه. معجون طلعتي لي قوطه المعجون. هاي القوطيه. اوكي ماما. طبعا انا عندي معجون مال حصه بس بصراحه ما طيب ما احبه. ما يلون مال الحصه. ايه. بحيث نحطه قوطيه كلي تو ايه يعني نخلي هوايه وما يلون نخليه لكم شو ماما نخلي هوايه تالي بتالي يصير الطعم ما طيب. وانتو بنات هنا بعد عينكم ميزانكم يعني طبعاً سحنا تريدوها كلش حمرة ما تريدوها نشوفها جوز تصير حمرة جوز زينة. شوفوا بنات هنا ماما تقريبا راح تخلصها هيجي شوي شوية ويبدأ يطلع. بنات من تلفوها اذا يعني تحبون تجربوها هي طبعا كلش طيب طعمها. قطعوها هيك بالسكينة اربع قطع ومن بعدها ابدوا لفوا بيها يعني ما تلفون الورقاية كلها لا قطعوها حتى صغير صغار صغار ولفوها هنا. بنات بعدين راح اشوفكم شنو وصلني. طبعا هاي وصيتها اني لانه شفت ماما مشتريه جذوره وشي عجبني اني هم اشتري. احنا ما ادري ليش نغار من الامهات شو نشوفهم يشترون قبل نروح نشتري نفسهم ما ادري ليش. اذا ماما تشتري سكينه ثانيه ما اقولها روح تجيب نفس السكينه اللي انت جايبتها. المهم انا شنو وصيت هذني الجداري جبته اللون احمر لانه انا اصلا العجانه ماتي حمراء فقلت حتى صار عندي يعني سيت احمر ثاني. اذني كلش حلوات بنات بالطبق يخبلن ماكو شيء يلزق بيهن مستحيل اكو فد شيء يلزق بيهن ويعني نوعيتهن حلوه كلش حبيتهن اني. فشنو طلعت لي جدريه حتى ماما تلف لي بيها دولمه. هنا ماما بدت تلف الجدار. طبعا هذا جدر الي واحد وجدر الاختي وجدر يعني احنا راح ناكله باكر كليتنا. هنا ماما هم نظافت الباقله الخضراء مجمده يعني هي تجي كامله ضافتها. احنا دائما نحط هاي الكسيح بس بنات هاي طعمها كلش طيب لانه خضراء يصير طعمها يعني صدق طيب. شوفوا بنات هذا جدر كبير انه باكر راح نتغدى بيه وذين اثنينات واحد الي واحد الاختي توتة. شوف بنات هذا الجدر مالت ماما ماما ماخذه اسود بس انا وصلت الاحمر. الاسود يجي هو نفس الشيء بس انه فرق القبغ مالته القبغ يجي ستيل اني لا القبغ يجي يعني سيراميك. وهنا بنات اثناء ما كانت ماما تلف نحفظ رهف قراءة. وهنا بنات ثاني يوم شوفونا الغداء طبعا قعدت متاخر فماما لقيتها طابخه ومخلصه كل شيء لحقت على اخر شيء لما تريد يعني تجيب الدولمه. فهنا انا محضره لنا اصلا لبن هنا كلتنا وقفنا على الجدر كلتنا دقينا بالجدر عبالك ما ادري شنو. شوفوا البنات شوفوا شو راح تنزل بس شوفوا شوفوا المنظر يعني كيكه والله العظيم كيكه مو دولمه. والطعم يعني ما احكي لكم على الطعم ده تشوفون انتو من الشكل اذا شكلها هيك طعمها شلون صدق طيبه. عاشت ايدك ماما يعني انت اصلا ما حد يعلى عليك بالدولمه. شوفوا بنات هسه دائما تجي الفيديو ورجعت اشتهيت الدولمه لعدتوا هسه شلون هاي. بعدين هاي الحركه السحريه هيك حتى هيك تصير الدولمه على كل الصينيه.
واهم شيء ماما مروده، ويعني كل قطعه بوحدها، هاي اهم شيء. لما تشوفوني الدولمه يعني قولوا هاي صدق الدولمه مستويه استواء يخبل. وهنا أنا بعدين سوينا هذا الماعون مع الفاكهة، وبالليل بابا قال امشي خلي اروح اشربك قهوة. طبعا اكو ابو قهوة بابا دائما ياخذ ماما والبنات يشربون من عنده، فلا من اجت اختي توتة بابا اخذها راح شربها قهوة، انه بس اني قال لي انت بقيتي ما شربتي القهوة فلازم اروح واشربك القهوة. عاد والله راح جاب لي اياها. طبعا بنات قهوة شوكولاتية بس شنو من طعم يخبل، كلش كلش طيبة. أنا يعني شاربة قهوة شوكولاتية قبل بس مثل هاي ما شاربة. هيك عبالك على قولة أختي عبالك دي نشرب بقلاوة مدن نشرب قهوة. بيها طعم كلش طيب وشي تارسيها فستق أخضر وهاي. المهم هنا بعدين رجعنا على مود دي ناخذ قمر ودي ناخذ فلافل. ستقول وين الرابط؟ بس عاد بنات أكون قسم ما يحبون قمر العرب، واكو قسم يحبوه، فاحنا جبنا قمر عرب وجبنا فلافل. واني بالنسبه لي يا بنات لا يعني كلش عندي طبيعي، اكلت القمر عرب وبعدين سويت لي لفه مال فلافل والامور طبيعيه وكلش طبيعي وعادي وحبيت اصلا. بس شوفوا لي الفلافل هنا شلون هشه وسمينه وتخبل. وهسه بنات احب اقول لكم نهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، لا تنسونا باللايك واشتراك بالقناه وتفعلون الجرس. أحبكم كل شهواية. مع ألف سلامة، باي باي.